كلنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.